أسعد الله مساءكم بكل خير. لعل الفرج قريب على قطاع غزة وأهله مع هذه البشائر التي تردنا للتو. الرأي الحر الاثنين، السادس من مايو، اليوم 13 بعد 200 لهذا العدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً على قطاع غزة. في ساعتنا الأولى إذن، كما أشرنا منذ قليل، حماس تعلن موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار، ولعل هذا يبشر بانفراجة قريبة في القطاع المكلو. كيف ترون هذا التطور وأثره على الأرض؟ ماذا بعد موافقة حماس على المقترح؟ هل تتجاوب حكومة الاحتلال وبالتالي تتوقف يعني عمليات إطلاق النار تمهيدا لبدء تنفيذ هذا الاتفاق، أم يركب نتنياهو والمتطرفين من حوله، هل يركبون رأسهم ويستمرون في تحشيدهم لاجتياح رفح كما هددوا؟ صبيحة اليوم تصاعدت الحقيقة المخاوف من اجتياح وشيك لمدينة رفح. ما هي الردود المطلوبة عربيا في حال واصل المحتل عدوانه ولم يتجاوب مع موقف حماس؟ لأن هذا وارد، هذا الكيان المحتل والمجرم والإرهابي والنازي أيضا تتوقع منه كل شيء. ماذا نتوقع من جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وغيرها في حال أصر الاحتلال على اجتياح مدينة رفح؟ كل هذا نطرحه في ساعتنا الأولى. الحقيقة الأفراح بدأت للتو في مناطق عديدة في قطاع غزة، خصوصا من الشبان والأطفال، ابتهاجا بهذا التطور. الساعة الثانية طبعا يعني هي تتم ربما لساعتنا الأولى، إذا كتب لهذا الاتفاق أن يتوج بالموافقة من كل الأطراف وبالتالي التنفيذ، ستكون صفقة التبادل على رأس البنود وكذلك اسم البرغوثي. مع موافقة حماس إذن على مقترح وقف إطلاق النار، تعود صفقة التبادل إلى الواجهة رغم غياب الموقف الإسرائيلي إلى حد اللحظة بالطبع. في صفقة التبادل المنتظرة يطرح مجدداً اسم البرغوثي وأسماء لأسرى آخرين بالطبع. تقارير عن طلب مسؤولين كبار، صدق أو لا تصدق، في السلطة الفلسطينية، طلبوا من إسرائيل والولايات المتحدة استبعاد القيادي في حركة فتح، رغم أنهم فتحاويون كما يفترض. كيف أنت فتحاوي وتطلب استبعاد القيادي في فتح من مغادرة السجن؟ نتحدث بالطبع عن مروان البرغوثي، استبعاده من أي صفقة تبادل محتملة للأسرى بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. من باب الموضوعية والأمانة، حركة فتح نفت ما وصفتها بمزاعم أن السلطة الفلسطينية تعارض بشدة إطلاق سراح القيادي في الحركة مروان البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى التي يجري التفاوض بشأنها. لماذا اسم البرغوثي يبدو مهما إلى هذا الحد في أي صفقة منتظرة ومن كافة الأطراف؟ يقال بأن إسرائيل تتمسك أيضا برفض إطلاق سراحه، المقاومة يقال بأنها تتمسك بإطلاق سراحه، فتح تبدو بين. ما حقيقة موقف السلطة؟ هل يرى البرغوثي النور قريبا بعد 22 عاما قضاها في سجون الاحتلال؟ أم تغيبه تدخلات السلطة إن صحت هذه التقارير؟ سنعود لهذا الموضوع المهم في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من هذا التطور المهم. حركة حماس تعلن موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار، هل يتجاوب المحتل؟ أهلا بكم. أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
بحسب بيان للحركة. وقالت الحركة في بيانها إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجه غداً وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات. وقال البيان إن حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل جادة. يأتي هذا وسط استمرار للعدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً على قطاع غزة. مساء أمس أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون استشهاد 19 شخصاً بينهم أطفال رضع من عائلتين في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة. وأوضحت أن من بين الشهداء 7 من عائلة العطار و9 من عائلة قشطة. وأكدت مصادر طبية أن الهجومين وقعا مساء أمس في مخيم يبنى للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح. يأتي هذا في وقت طالب فيه جيش الاحتلال سكان رفح بإخلاء الأحياء الشرقية والانتقال إلى المواصي، فيما يعد تحضيرا لعدوان محتمل على مدينة رفح. بخصوص هذا التطور حذرت حركة حماس في وقت سابق اليوم، وقالت إن دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء رفح يعد تصعيدا خطيرا وستكون له عواقب. وفي وقت مبكر اليوم تردد أن حركة حماس تتجه لاتخاذ قرار حاسم حول مفاوضات التهدئة. تداولت المواقع الإخبارية أن حركة حماس أبلغت الوسيطين القطري والمصري بأن مشاركتها في مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة قد تتوقف بشكل رسمي، وباب المفاوضات سيغلق نهائيا في حال نفذ رئيس الحكومة الإسرائيلية تهديده وبدأ بعملية الاجتياح البري لمدينة رفح. وأضافت حماس أنها تمهل نتنياهو مهلة أخيرة للعدول عن قرار اجتياح رفح، وإلا سيكون ردها الذي سيسلم خلال الساعات المقبلة للقاهرة سيكون حاسما، وستكون هناك أوراق أخرى وشروط أكثر تعقيدا وصعوبة على نتنياهو. من جانبه أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة تصر على أن يتضمن أي اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل وقفا دائما لإطلاق النار. وكشف في لقاء مع قناة الأقصى أن الاحتلال يخشى دخول رفح لأن فيها ستكون فضيحتهم ولن يجني إلا الفشل على حد قوله. في ردود الفعل الأخرى حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من ارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية. بدوره قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لمنعها. بدوره اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء شرق مدينة رفح غير مقبولة. في موازاة ذلك جددت فرنسا اليوم معارضتها القوية للهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح. وقالت وزارة الخارجية في باريس في بيان لها إن فرنسا تؤكد مجددا أن أي تهجير قسري للمدنيين يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. بدورها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الهجوم الإسرائيلي على سيزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وأن العواقب ستكون مدمرة على 1,400,000 شخص. حماس إذن تعلن موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار. هذا تطور بالتأكيد مهم
كيف تتوقعون أثره على الأرض؟ وهل يتجاوب المحتل أم يعني يركب رأسه ويستمر في تهديداته بخصوص اجتياح مدينة رفح؟ ماذا بعد هذه الموافقة لحماس؟ هل تتجاوب كما قلنا حكومة نتنياهو؟ أم سنرى ربما الأسوأ قد يكون خلال ساعات؟ لأن هذا الاحتلال الحقيقة تعود منه الفلسطينيون والعرب إلا الغدر والإجرام. على كل حال الساعات القليلة المقبلة ستحدد كل ما نطرحه الآن في هذه اللحظة. سأعود للجمهور بعد قليل، ولكن دعوني أرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة الدكتور هاني الدالي، الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. دكتور الدالي مساء الخير. ماذا تعني الآن موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار؟ مساء النور، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني أن حركة حماس رمت الكرة في الملعب الإسرائيلي، أن حماس قدمت ما عليها تجاه شعبنا الفلسطيني والحرص على وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني وإغاثة شعبنا الفلسطيني وإعادة الإعمار، قدمت مصالح شعبنا الفلسطيني، وكان هناك مرونة وإيجابية عالية من حركة حماس، وهي أوفت بما وعدت عليه، التمسك بالمبادئ الخمسة في المفاوضات التي استجاب الاحتلال الإسرائيلي لها. المبادئ الخمسة بشكل كامل هو الوقف الكامل لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وكذلك عودة النازحين وملف تبادل الأسرى وإغاثة شعبنا الفلسطيني وإعادة الإعمار. كل ما طرحته المقاومة الفلسطينية الوسطاء، وكذلك أنا هنا معلومات أنا حصلت عليها أيضا من قيادة المقاومة الفلسطينية، أن كان هناك استجداء ورجاء لموافقة حركة حماس، ويعني حتى الصيغة التي يعني من قبل من عفوا في هذه الجزئية؟ من قبل الوسطاء، وخاصة عندما نتحدث عن يعني الوسيط المصري، وكذلك كان هناك أيضا استجداء من الولايات المتحدة الأمريكية بموافقة حركة حماس، وحماس قدمت ما عليها ووافقت على يعني حتى على الصيغة التي كان هناك خلاف حولها، موضوع وقف إطلاق النار، تم الموافقة على صيغة مقبولة للجميع بوقف العمليات العسكرية بشكل دائم. طيب سنأتي بعد قليل على التفاصيل دكتور الدالي، ولكن بداية عن أي مقترح نتحدث؟ هل هو مقترح، لأن المقترحات الحقيقة تعددت وتنوعت، هل هذا المقترح أمريكي أم مصري قطري كما قيل، أم من بالضبط خلف هذا المقترح؟ نعم، هذا المقترح هو المقترح الأخير، المقترح المصري الذي قدم إلى حركة حماس، وبالتأكيد كان يعني من ضمن أيضا الوسيط القطري، وهذا المقترح لم يتم الموافقة عليه كما قدم، تم الموافقة عليه بتحسينات وبمطالب حركة حماس ومطالب الشعب الفلسطيني، لأنه كان المقترح يتحدث لا يوجد في عملية الانسحاب، لا يوجد في وقف إطلاق نار كامل، كان هناك أيضا إشكال بموضوع التبادل ومفاتيح التبادل، كان هناك إشكال في عملية الانسحاب، بمعنى الاحتلال الإسرائيلي كان يقصد بالانسحاب من خط الوسط فقط، حركة حماس كانت تريد الانسحاب الكامل والشامل، وهذا ما تم الموافقة عليه بناء على مطالب ومبادئ التي وضعتها حركة حماس في هذا الاتفاق. نقطة مهمة جدا في موضوع رمي الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، هذا الأمر بالتأكيد أحدث إرباكا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي ولنتنياهو والقيادة السياسية والعسكرية، وأصبح نتنياهو الآن في مواجهة مباشرة مع الوسطاء ومع الحلفاء وكذلك مع المجتمع الدولي. النقطة الأهم، حركة حماس كان الكل يريد أن يلقي الملعب في كرة حركة حماس، حتى من بعض الدول العربية وليس الاحتلال الإسرائيلي، لتبرير عملية الهجوم على رفح، بمعنى أنه كان محاولات للضغط على المقاومة لموافقة المقاومة على المقترح، المقاومة رفضت، فبعد ذلك يكون هناك تبرير للهجوم على رفح. حركة حماس كان هناك ذكاء ودهاء سياسي بهذا الجانب وانتباه لهذا الفخ الكبير، لذلك تعاملت بمرونة ومسؤولية عالية جدا، واستطاعت ونجحت في أن تنقل الكرة بشكل كامل إلى الملعب الإسرائيلي، وكذلك تمكنت حركة حماس الآن من يعني إثبات للجميع، سواء كان لشعبنا الفلسطيني، للفصائل الفلسطينية، للوسطاء، لكل الدول العربية والإسلامية، لكل محبين وأحرار العالم لفلسطين،
انه حركه حماس تفاوض من مبدا ومن منطلق قوه وليس من منطلق ضعف. انت كنا نتابع الايام الماضيه، الجميع كان ينتظر رد قياده حركه حماس، حتى الاحتلال الاسرائيلي، الولايات المتحده الامريكيه بعظمتها وقوتها وسيطرتها على المنظومه الدوليه كانت تنتظر رد حركه حماس، وكان هناك استجداء. وانا اقول لك حتى في المباحثات في القاهره كان هناك طلب من الوفد يعني وضغط ابقوا في القاهرة يعني نصل الى اتفاق، يعني لا 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 تغادروا القاهرة، نريد ان نتفق ووافقوا سنصل الى حل مرضي للجميع. كان حركة حماس موقفها رائع وواضح، نحن نستوضح نناقش ثم بعد ذلك نذهب الى قيادة الحركة لدراسة هذه المقترحات ونحصل الموافقة عليها السياسي واللجنة التنفيذية لحركة حماس، وتم انه مناقشة التوضيحات الأخيرة والموافقة بالدخول الآن بالدخول الآن لبعض التفاصيل. نعتذر طبعا هناك توقف بين الحين والآخر لهذا الاتصال. فيما يتعلق بمراحل المقترح، علمنا بأن هناك ثلاث مراحل، لكل مرحلة 42 يوم. لو تفصل لنا في هذا الجانب بما لديك من معلومات بالطبع. نعم طبعا نحن نتحدث عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سيكون بها عملية الانسحاب، وقف اطلاق النار المؤقت والانسحاب من خط الوسط إلى شارع صلاح الدين، ليس الانسحاب الكامل وليس الوقف الكامل للعمليات العسكرية. ثم موضوع التبادل الأسرى وفق ما وضعته حركة حماس بموضوع المؤبدات، كانت تضع 500 من المؤبدات، ثم بعد ذلك نزلت إلى يعني أيضا استجابة للوسطاء ولمصالح الشعب الفلسطيني إلى 50 من المؤبدات ومقابل عدد من مجندات الاحتلال الإسرائيلي والمدنيين. طبعا المدنيين أيضا لهم مفتاح خاص، المجندات مقابل المؤبدات أعتقد 20 مقابل 50، 20 من الصهاينة، المجندات مقابل 50 من المؤبدات لشعبنا ولأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، المدنيين مقابل عدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتم إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام. ثم في المرحلة الثانية يتم الاتفاق على مفاتيح التبادل بخصوص جنود الاحتلال الإسرائيلي والأعداد والإفراج عن أسرانا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والأعداد الكبيرة. وأنا أعتقد هذا أيضا سيكون معركة كبيرة وبالتأكيد سيشمل ما تبقى وجزء أكبر من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يتم بالمرحلة الثانية الانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، يتم الانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل هذه المرحلة، وخاصة عندما نتحدث عن خط الوسط وموضوع وقف اطلاق النار، يتم الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة. أيضا موضوع يعني الإعمار، إعادة الإعمار، طبعا تم الاتفاق أنه يتم إعادة الإعمار لشعبنا الفلسطيني وإعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي على مدار 5 سنوات، وكذلك طبعا الاتفاق على عودة النازحين. عودة النازحين سيتم في المرحلة الأولى، ليس هناك أي قيد أو شرط بموضوع النازحين، عودة كامل النازحين إلى شمال قطاع غزة، وبالتأكيد هذا بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تكون العودة بشكل كامل وبشكل طبعا مريح لشعبنا الفلسطيني. ثم بعد ذلك يتبع ذلك اللي هو الوقف الكامل والانسحاب الشامل من قطاع غزة طبعا، وهذا بالتأكيد يعني هذا في المرحلة الثالثة. نعم. سيكون أليس كذلك؟ نعم نعم، في المرحلة الثالثة الانسحاب الشامل والكامل من طبعا من قطاع غزة، وكذلك يعني هناك بيكون التزام كامل، وأيضا طبعا هذا بيكون تحت الوساطة القطرية والمصرية، وكذلك حسب حديث قيادة حركة حماس أنه هناك ضمانة من الرئيس الأمريكي بشكل مباشر بتنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك أنا بتقدير أيضا سيكون هناك رعاية يعني ومتابعة من الدول الصديقة والحليفة للمقاومة الفلسطينية لإنجاح هذا الاتفاق. ولكن دكتور دالي، قبل أن أستمر في هذا التسلسل، هناك نقطة الحقيقة في غاية الأهمية، وهي هذه المفاوضات التي ستتم في المرحلة الأولى حول ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين من الجنود الذكور. ماذا إذا تعثرت المفاوضات حينها؟ هل يصبح الاتفاق كله في مهب الريح أم ماذا بالضبط؟ لأن هذا وارد. نعم. جدا. بالتأكيد هذا وارد جدا، وهذا سؤال مهم جدا. اليوم نحن نتحدث أن المقاومة الفلسطينية تنطلق من موقع قوة، وعملية التبادل للتوضيح لن تتم بليلة وضحاها،
عملية التبادل في المرحلة الأولى تقريبا 42 يوم. طبعا بالتأكيد نحن نتحدث يعني عن تفاصيل في هذا الموضوع، كل تقريبا أسبوع يتم الإفراج عن عدد من الأسرى وليس الأسرى بشكل كامل، وهذا بالتأكيد أيضا يعني يمتص أو يقلل من زخم الهجوم الإسرائيلي والعدوان على شعبنا الفلسطيني، ويكون نقطة قوة للمقاومة الفلسطينية بزيادة تجهيز نفسها وإعادة ترتيب صفوفها بشكل أكبر وأوسع، وخاصة عندما نتحدث عن الانسحاب من خط الوسط. وهنا نتحدث أيضا عن شحنة يعني كبيرة للشعب الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية ليس داخل قطاع غزة وإنما خارج قطاع غزة، من ناحية زيادة الدعم للمقاومة الفلسطينية، فضح الاحتلال الإسرائيلي، والكشف الوجه الحقيقي لنتنياهو الذي يريد الاستمرار بالعدوان، نزع أيضا التأييد الدولي من نتنياهو، وكذلك هذا نقطة مهمة جدا، بيصير المعادلة باتجاه المقاومة أكثر، وبذلك هذا انعكاساته كبيرة تكون حتى الزخم الشعبي الدولي، الحلفاء الجميع يزيد دعم للمقاومة الفلسطينية، ومن يدعم الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أمام كارثة كبيرة. يعني نحن نتحدث في حال الاحتلال الإسرائيلي ليس لم يلتزم بالمرحلة الأولى، في حال الاحتلال الإسرائيلي لم يوافق الآن على المقترح، لأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، بالتأكيد هذا سيكون انعكاساته كبيرة وخطيرة وكبيرة على الاحتلال الإسرائيلي على كل مستويات. وأنا بتقديري هذا سيكون أكبر خطأ استراتيجي يرتكبه نتنياهو، وكارثة على نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف والقيادة الموجودة، لأنه واضح أخي الكريم أنه الآن الوضع الإسرائيلي، القيادة الإسرائيلية الحالية الآن بوضع صعب جدا، وضع يعني أكيد الارتباك أكيد يعني واضح أنه الأزمة الآن تتزايد وتتصاعد داخل المجتمع الصهيوني، لأنه هناك أصوات تطالب وخاصة يمينية متطرفة بالاستمرار وبقتل شعبنا الفلسطيني وعدم التوقف، وهناك أصوات أيضا صوت نتنياهو ضمن هذه الأصوات يتحدث عن النصر المطلق ويتحدث أن هذا الاتفاق يعني هزيمة مطلقة. هناك أصوات أخرى أيضا تتزايد يوما بعد يوم داخل المجتمع الإسرائيلي والتي تطالب بوقف الوقف المؤقت حتى نكون دقيقين، والتي تطالب مقابل ذلك الإفراج عن الأسرى، همها الآن الإفراج عن الأسرى. هذه الشريحة تتزايد يوما بعد يوم، وعدم موافقة نتنياهو وعلى المقترح هذا بالتأكيد سيزيد الشرخ الداخلي، سيزيد الحرب الأهلية الداخلية، أيضا سيؤدي بالنهاية إلى إقالة نتنياهو، لأنه كان هناك الكثير من الضغط، وهناك لبيد تحدث، إيزنكوت تحدث، هليفي وزير الرئيس الأركان تحدث بشكل واضح أنه لابد أن نتجه إلى صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى. فلذلك عدم الموافقة بالتأكيد هذه ستزيد المعارض، سيزيد الضغط على نتنياهو، والأهم من ذلك الحرب الأهلية والانعكاسات على التماسك الداخلي الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد كله لصالح المقاومة الفلسطينية. وكذلك هناك أيضا سيكون إحراج الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بايدن، لأنه بايدن الآن واضح أنه مستقبله السياسي على المحك، ونتنياهو يقول بشكل واضح، والقيادة العسكرية وبعض الوزراء الصهاينة تحدث بشكل واضح، يقولون أنه بايدن باع إسرائيل مقابل نجاحه في الانتخابات الأمريكية. هذه الخلافات كلها بالتأكيد لصالح المقاومة الفلسطينية. الأهم من ذلك أيضا أن هذا الرفض الإسرائيلي في هذه المرحلة تحديدا بالتأكيد سيكون انعكاساته الدولية الشعبية حتى مع الدول التي تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا سيكون انعكاساته كبيرة وسلبية على الكيان الإسرائيلي. فما بالك في حال لم يلتزم بالمرحلة الأولى نتنياهو في الاتفاق، بالتأكيد سيكون هذا انعكاسه على الاحتلال الإسرائيلي وسيكون لصالح شعبنا الفلسطيني والمقاومة. اليوم المقاومة الفلسطينية تنطلق من منطلق قوة، يعني احنا نتحدث بالأمس كان هناك هجوم من المقاومة الفلسطينية، عملية عسكرية نوعية على موقع كريم أبو سالم، هذه النوعية أوقت 4 قتلى من ضباط ومن جنود، ونزلت الصواريخ وسقطت الصواريخ على خيمة لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى المقاومة لديها الإمكانات، لديها القدرات الاستخباراتية، القيادة والسيطرة، الرصد الدقيق، وكذلك الضرب الدقيق للأهداف. أيضا اليوم كان هناك قنص لجندي من موقع نتسريم، خط نتسريم ومر نتسريم، وكذلك إطلاق قذائف الهاون. بمعنى المقاومة الفلسطينية، إرادة المقاومة، قوة المقاومة ما زالت هي اليد العليا لها. وكذلك نقطة مهمة أيضا، الحاضنة الشعبية ما زالت تدعم المقاومة الفلسطينية، تحتضن المقاومة الفلسطينية. بالأمس حينما كانت عملية كرم أبو سالم موقع العسكري، شاهدنا كيف الهتافات والتكبير والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية أثناء إطلاق الصواريخ. وكذلك نقطة مهمة جدا وهي الأساس بنجاح هذا
يعني موقف حركة حماس وشعبنا الفلسطيني إلى الوصول إلى هذه المرحلة المهمة. من كان يتوقع أخي الكريم أن تصل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذا الإجماع الفصائلي الكبير على مطالب المقاومة الفلسطينية؟ من كان يتوقع أنه يتم موافقة الوسطاء على مطالب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ الكل كان يتوقع بانتهاء حركة حماس بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وإذ بالمقاومة تصمد، ثم بعد ذلك ليس فقط تصمد بل تضع شروطها ومبادئها الأساسية بهزيمة أخرى، هزيمة سياسية للاحتلال الإسرائيلي وتتويج نصر 7 أكتوبر بهذه. طبعا على كل حال كل هذا دكتور دالي يتوقف الآن على رضوخ أو موافقة المحتل الصهيوني. الاحتلال لم يعطي موقفه بعد. أختم معك في هذا السياق، ماذا تتوقعون؟ يعني ما هي الخيارات؟ محدودة على كل حال هي أمام نتنياهو كما يبدو. ماذا يختار نتنياهو الآن في هذه اللحظة المهمة؟ أنا تقديري وقراءتي لسلوك نتنياهو الآن في وضع مأزوم جدا، ويعني أسوأ الخيارات لن تنقذ نتنياهو من هذه الورطة الكبيرة والأزمة الكبيرة التي وضعته بها المقاومة الفلسطينية. لذلك أنا تقديري نتنياهو سيهرب إلى الأمام، بمعنى نتنياهو توقعي يعني، وهذا له مؤشراته، نتنياهو يعتبر أنه الموافقة على ورقة حماس هي نهاية مستقبله السياسي، ولا ينظر لمصلحة الكيان الإسرائيلي ولا ينظر للمخاطر الاستراتيجية التي تحيق بإسرائيل من كل مكان وتحيط بها جبهات الإسناد، الضرب من كل مكان، ما قامت به المقاومة الفلسطينية، انتفاضة الجامعات، السردية الفلسطينية، معركة الوعي. بالتأكيد هذا كله يمثل خطر على الاحتلال الإسرائيلي وعلى المشروع الصهيوني وعلى نهاية المشروع الصهيوني والمقاومة الفلسطينية وضعت حجر الأساس. لذلك نتنياهو لا يبحث عن هذه المخاطر ولا عن الكيان الإسرائيلي، نتنياهو يبحث فقط عن مصالحه، وكذلك الائتلاف الصهيوني المتطرف يبحث عن مصالحه. أنا أتوقع أنه نتنياهو والاستمرار بعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وهي ستكون ايضا اكبر قرار خاطئ استراتيجي لنتنياهو، لانه انعكاساته ستكون واحده الامريكيه. ونتنياهو يعتبر انه هذا هو الهزيمه المطلقه في حال الموافقه على يعني في 20 حركة المقاومه الاسلاميه حماس، لانه نتنياهو اخطا في 20 ثانية دكتور دالي، اسمح لي. أخطأ حينما ألزم. نعم تفضل، أكمل الجملة. نعم. أكمل الجملة. نتنياهو أخطأ حينما ألزم نفسه على الهجوم على رفح، وقال أن النصر المطلق برفح، حتى رفح ستكون مقبرة وكارثة لنتنياهو. لذلك هو أمام مأزق استراتيجي كبير. هذا المأزق أنا بتقديري حتى لو لم يوافق أخي الكريم، المقاومة الفلسطينية بموقع متقدم وواضح من خلال هذه الصياغة لهذا الاتفاق أننا فعلا أمام نهايات هذه المعركة وهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. لم يكن اليوم سيكون في الأيام القريبة القادمة. في سؤال إضافي واسمح لي في ذلك في 20 ثانية، لأنه تردد أن القيادي في حماس مشير المصري ربما يكون يعني معتقل لدى قوات الاحتلال، وأيضا ترددت أن نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الذي أعلن سابقا بأنه استشهد ربما على قيد الحياة، هل لك أن تؤكد هذه الجزئية لو تكرمت؟ أنا أستطيع أن أقول أنه أنا لدي معلومات في هذا الجانب، وخاصة بموضوع سؤالك حول نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، ولكن أنا أقول لك معظم ما تحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من اغتيالات لقيادات المقاومة الفلسطينية هي غير صحيحة. الجميع سيتفاجأ ب قيادات للمقاومة الفلسطينية ستخرج من بين الركام بعد الانتصار العظيم، وستشاهدونها عبر وسائل الإعلام وعبر التلفزة، وهي أيضا تشارك شعبنا الفلسطيني في النصر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. الدكتور هاني الدالي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. إذن المقاومة على أبواب نصر عظيم بعد هذا الاتفاق إن تم، ستخرج مفاجآت كثيرة كما قال ضيفنا فيما يتعلق بادعاء الاحتلال بأنه اغتال قيادات كبيرة في المقاومة. المعلومات ربما مناقضة تماما لما كان يدعيه المحتل. على كل حال المؤكد الحقيقة بنظر كل المراقبين الآن بأن المحشور في الزاوية الآن هو نتنياهو وحكومته المتطرفة. نبدأ في استقبال المشاركات. رشيد مساء الخير. سالح يا أهلا بيك.
نهنوا المقاومة بهالقدرة العجيبة في المناورة على كافة المستويات، خاصة عملية أمس، معناها القصف اللي صار على القاعدة. هم يقولوا معبر سالم هو مش المعبر اللي تضربر، أو القاعدة العسكرية اللي زوز كيلومتر على المعبر بعيدة. نعم صحيح، ولكنها أيضا مسمات كرم أبو سالم أيضا. نعم اي لا، اسمها عندها اسم ثاني، اما هم حبوا يلبسوها بالمساعدات باش يعلقوا المساعدات. طيب رأيك الان في ماذا تبقى امام المحتل الان من خيارات؟ انا مش باش يوافق، انا نرى نتنياهو مش باش يوافق، وباش يصير تصدع كبير داخل الكيان الصهيوني. طيب مستحيل يصادق، لأن يصادق معناها السجن مباشرة. طيب هل نتوقع غدرا ربما ويقدم ربما نتنياهو وحكومته المتطرفة على اجتياح في أي لحظة الآن لمدينة رفح؟ علاش قلت لك عملية القصف البارح بينت، أنا نتبع فيهم على التليجرام، بينت أن خليط أن في رفح مستعدين الى كل الاحتمالات. قاعدين يتبعوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ الوضع عن كثب، معناها عن بالدقيقه. شكرا لك رشيد، اشكرك رشيد من فرنسا. شكرا، مع السلامه. بعض المشاركات عن طريق الواتساب. ادم من الجزائر يقول: سفاره دويله الامارات في تل ابيب تعرب عن حزنها وتعاطفها بمناسبه ذكرى المحرقه، وتقول: لن ننسى أهوال الماضي وسنعمل من أجل مستقبل أفضل. بالله عليكم أنا أسأل، ماذا تريد دويلة الإمارات؟ ما هذا الانحطاط؟ كيف يعقل أن الصهاينة يتهيئون لأكبر مذبحة ستقع في رفح وهم يتعاطفون معهم؟ يقول آدم من الجزائر. نور الهدى من الجزائر تقول: السنوار يريد صفقة تنهي الحرب، بينما يريد نتنياهو صفقة تمنحه بعض الهدوء على أن يستأنف الحرب بعدها ويجتاح رفح ويستمر في الإبادة. بمعنى يريد نتنياهو صفقة على شكل صدقة، قرضا لا يدفع عليه فائدة، وصفقة بدون ضرائب. تقول نور الهدى. الشيخ مصطفى من المغرب يقول: على الجميع الاستعداد للقادم، أسوأ مع هذا الكيان الصهيوني، على الطلاب الشهادة في سبيل الله الاستعداد لتنفيذ عملية ضد الكيان حتى يعرف أي عملية له ثمن. ربما يحذر من اغتيالات الشيخ مصطفى من المغرب، هذا ما يعنيه. أبو الوليد مساء الخير. مساء الخير، يا أهلا بك. يعني موافقة حماس على هذا يعتبر نوع من الطعوم أو طعم لنتنياهو. نوعا من ماذا؟ ليس على طعم لنتنياهو هذا حتى يسقط أو حتى يؤدي إلى سقوطه في النهاية. ولذلك لا تصور أن نتنياهو يوافق على هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال، ولا حتى حماس في النهاية، لأنها تعلم بأن نتنياهو مراوغ وكاذب. ولذلك هي عالميا وأمريكيا تريد هذا لكي تضيق على نتنياهو في النهاية ويسقط داخليا وخارجيا، وحتى من الداخل قبل الخارج. وهذا هو الذي يعني ينهي المعركة بشكل كما تريده أمريكا وتريده الغرب. وحماس في النهاية ستكون يعني في نظر الناس أنها منتصرة، وهو يعلم ذلك، أن هذا هو يعني عبارة عن الانهزام لنتنياهو وسياسته في غزة. ولذلك الأمور لا نريدها أن تكون منتهية بهذا الشكل قبل أن تنتهي إسرائيل برمتها ومن ورائها. وهذا يا صالح يا صالح لا يكون إلا إذا تحركت الجيوش بشكل جاد ووراءها الشعوب والأمم كلها المسلمة لكي ننتصر في المعركة المقدسة التي تقول عنها ونقول عنها أنها هي معركة مقدسة، ليست معركة غزة ولا فلسطين. يعني يا رجل تتحرك لي دائما على تحرك الجيوش، وجيشك الأردني العظيم لم يسمح حتى للمواطن الأردني أن 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 يتجاوز الحدود الى الضفة. شكرا لك ابو الوليد، اشكرك. يا رجل دعك من الاحلام، امشي بالواقع. الواقع الان عندك مقاومة تقود الامة،
لا تقول لي لا جيوش ولا بطيخ. جيوشك هي حماة للأنظمة حتى يثبت العكس، مع الاحترام طبعا للشرفاء من جيوشنا العربية وهم كثر، لكن لحد اللحظة ثبت أن الجيوش العربية حماة للأنظمة لا أكثر ولا أقل. عندما يكون لهم باع في قضايا الأمة وموقف يستطيع حتى أن يتجاوز رئيس الدولة، حينها سنقول الجيوش يمكنها أن تصنع كذا وكذا وكذا. سيبك من شعاراتكم الجامدة والمتكلسة في حزب التحرير، أدعوا الجيوش أدعوا الجيوش، عندكم عشرات السنوات وأنتم تدعون الجيوش والجيوش لن تتحرك. يا راجل عيش واقعك. شكرا لك على كل حال. عرفات مساء الخير. مساء النور يا سيد صالح. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا. ويومئذ يفرح المؤمنون، وقال تعالى سنشد عضدك بأخيك. اللهم لا ترح لا لا لا, لا تجزع أخا عربي من أخيه، ولا تفرق أخا عربي من أخيه. هنا يفرح المصريون بنصر الله في انتصارهم لإخوانهم المقاومون في فلسطين. جميل. ويعني السيد الفاضل الذي كان يكلمك يعني كان يتكلم عن مصر على استحياء. أقول له يا سيد الفاضل الورقة مصرية بامتياز، وقد قلت لك سابقا الورقة مصرية بامتياز، وليس فيها منة لأحد، ولكن هو أخوك الأكبر، شاء من شاء وأبى من أبى، وكفى من يقولون أن مصر تقسم دورها ومصر لم تعد مستقلة. لا، إنها مصر يا سادة، ولكن أنتم الضعفاء في نفوسكم. هي مصر التي قال فيها الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهي مصر التي قال فيها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. كمن يتكلم عن مصر يعلم أنه يتكلم عن الأخت الكبيرة، عن الشقيقة الكبيرة التي لا تغدر. من تكلم عن مصر فليريني ماذا فعل. الأخوة في مصر أدخلوا إلى الأخوة في فلسطين 250 ألف طن، لم يدخل أحد من دول العالم الكبير والصغير، المتكلم وغير المتكلم، من أراد أن يتاجر بالقضية ومن أراد أن هذا كلام صحيح يا عرفات، ولا أحد يقلل من جهد المصريين، لكن مصر ليست شخص، مصر ليست السيسي، ومصر ليست رئيس المخابرات، مع التقدير لجهد الجميع حتى لا نستثني أحد. ولكن على فكرة مصر التي دفعت 250 ألف طن هي مصر العظيمة، ومصر يا عزيزي هي 110 مليون وليست 10 أشخاص أو 20 شخص. على كل حال يا عرفات أنت دائما من حقك أن تمتدح، وأنا أعطيك دائما الفرصة، لكن في هذا السياق مصر ضامن لهذا الاتفاق، ماذا تتوقعون الآن من موقف للمحتل الصهيوني حتى نبقى في إطار الموضوع حتى نستفيد؟ بس تعليقا على كلمة حضرتك، إذا لم تكن مصر برجالها يا سيد صالح فهل تكن بحجارتها؟ إنها مصر يا سيد صالح. طيب قلنا ذلك قلنا ذلك، جاوبني على السؤال حتى نستفيد من الوقت يا رجل، الوقت يسائل أحنا. أنت يا سيد صالح بالله علي، يعني هناك لفظ تكلمه السيد الفاضل الذي كان يتكلم معك في الحلقة وقال أنه وقف الأعمال القتالية، هذا لفظ مثل ما تكلم زمان بالانسحاب من أراضٍ عربية محتلة، أيام الدكتور مرسي قال وقف الأعمال العدائية. يا سيد صالح أقول لك هناك رجال يعلمون معنى الحرف أين يوجد ومعنى الكلمة أين تنطق. لا يعني ليست الموضوع بالسهل يا سيد صالح. يا رجل والله يا عرفات يا عرفات تكاد تسلب الانتصار من غزة وتمنحه لمصر. يا رجل مصر عزيزة على قلوبنا جميعا والكل مشارك في هذا الانتصار، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يعني على رسلك يا رجل على رسلك. الآن دعنا في موضوعنا. هل أخفي عليك سرا؟ هل أخفي سرا عليك أن قلت لك مثلما نطقت أنت؟ أنا الانتصار أعتقد أنه لمصر، هي من آوت وهي من أمنت. يا سيد صالح سأقول لك لقد دخل مصر 100,000 فلسطيني من غزة، ابني طبيب زي ما قلت لك يقول لي المستشفى الذي تعج بالفلسطينيين للعلاج. يا سيد صالح رجال الأعمال يذهبون بالملابس والأكل لإطعامهم بربك. يا عرفات مدامت لحظة ننتظر أن نحتفل فيها جميعا بهذا الانتصار فلا تضع فيه يعني ما يفسده. دعنا حتى لا نتحدث عن شركة هلا التي امتصت دماء الغزاويين، ولا نتحدث عن أوضاع الغزاويين داخل المستشفيات، ولا نتحدث عن أشياء كثيرة. يا رجل سيب البير مغطى كما يقال بالعمية، دعنا فيما يعنينا. عزيزي ما رأيك الآن في تصرف نتنياهو بعد هذه الموافقة
وهي ضربة معلم كما وصفها البعض. المقاومة الآن وفي صدارتها حماس وافقت على المقترح، كان مصري أو قطري أو أمريكي. المقاومة وافقت، ما هو الخيار أمام الاحتلال في 10 ثواني؟ هل تعرف يا سيد صالح، يعني عيب أنني أحكي وأقول لك أن قناة الجزيرة التي يعني أغلقت مكاتبها في السلطة أو أنت في إسرائيل للأسف أمس. أنا أسأل سؤال وأنت تجيب في إجابة ثانية. عرفات شكرا لك، لأنه لا نريد أن نضيع الوقت. أنا سعيد دائما بمداخلاتك، لكن يريد تحترم السؤال حتى نعطي فرصة لآخرين، لأن الوقت ليس حكرا لشخص دون آخر. يريد تفهم هذه النقطة. عبد الجبار من العراق. عبد الجبار مساء الخير أخي صالح. يا أهلا بيك أخي صالح. تسمعني؟ لا لا سامعك، تفضل. ياريت ترفع صوتك شوي فقط. أخي صالح تسمعني؟ سامعك لكن ارفع صوتك قليلا. أخي صالح، الاتفاق المنتظر الذي وافقت عليه. ياريت ترفع صوتك، أنا الصوت لا يكاد يصلني. الآن أسمعك. تفضل. أعيد، الاتفاق المنتظر الذي وافقت عليه حركة حماس يتألف من 3 مراحل. المرحلة الأولى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة. المرحلة الثانية انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع. والمرحلة الثالثة عودة النازحين إلى مناطق سكنهم دون قيد أو شرط، مع وجوب وصول مواد الإغاثة إليهم. أما ضمانات نجاح هذا الاتفاق فهي التزام الكيان ببنود الاتفاق بالكامل، تضمن الولايات المتحدة عدم إخلال الكيان الصهيوني ببنود هذا الاتفاق بعد تبادل الأسرى. بقي القول أن حركة حماس أدارت التفاوض بذكاء وحنكة منقطعة النظير. مقترح الاتفاق تم حسب شروط المقاومة باعتراف قناة 13 العبرية هذا المساء. كانت أمريكا ضغطت على حركة حماس بشدة، لكن الحركة صمدت ولم تخضع للضغوط والابتزاز. أخي صالح ختاما أقول، أمريكا أدركت أن حكومة نتنياهو ليست قادرة على تحقيق أهدافها بالقضاء على حركة حماس وتفكيك قوتها العسكرية، وأن جيشه الصهيوني متعب ومهزوم. سيتم تبادل الأسرى وفق رؤى المقاومة، وسيطلق سراح المناضل مروان البرغوثي والمناضل أحمد السعدات، ولن تسمح المقاومة باستثنائهم من التبادل. النصر العظيم قادم أخي صالح بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. شكرا لك عبد الجبار. سأعود لشريف من تركيا وعلي من مصر وآخرين، ولكن قبل ذلك دعونا نتابع هذه المشاهد التي عرضتها قناة القاهرة الإخبارية. مشاهد لاندلاع حريق وتضرر مخازن مساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بسبب القصف الإسرائيلي. عناصر إطفاء مصريون يشاركون في إخماد النيران. نتابع هذه المشاهد. طيب طبعا المحتل الصهيوني في الساعات الماضية كثف من غاراته على المناطق الشرقية لمدينة رفح، وكان هناك على الأقل 19 شهيد. نتابع جانب من هذا القصف.
شريف من تركيا، مساء الخير شريف. شريف من تركيا، مساء الخير أخ صالح. يا أهلا بيك. بكل فخر واعتزاز وجهت المقاومة في غزة لكمة قوية على عين نتنياهو بعد لكمة يوم أمس في معبر كرم أبو سالم، بعد موافقة الأخوة في حماس على خطة وقف إطلاق النار. اتصل بايدن في نتنياهو واستمر الاتصال لأكثر من نصف ساعة، مما يدل على أن هناك موافقة صهيونية على وقف إطلاق النار. الشارع الأمريكي بدأ يتململ من بايدن، الشارع الإسرائيلي بدأ يتململ من تصرفات نتنياهو الإجرامية، الغرب بأكمله بدأ يتململ من نتنياهو. فلم يعد أمام نتنياهو إلا الموافقة على وقف أطلاق النار بالخطة الحالية التي وضعتها قطر ومصر. مشكورة، نحن نشكر الدولتين طبعا رغم إجرام السيسي بحقها في غزة، لكن الآن ننتظر، وأعتقد في هذه الليلة سيعلن الكيان الصهيوني على موافقة وقف أطلاق النار. طيب شريف، دعنا يعني نتوقع الأسوأ كما يقال، لو قام نتنياهو هذه الليلة باجتياح رفح، كيف سيكون حال غزة والمنطقة برمتها؟ أعتقد وأستبعد، وقلت لك من 3 أيام أستبعد اجتياح رفح. نتنياهو سيوافق على وقف إطلاق النار لا يجتياح رفح، سيتكتب خسائر لن يتوقعها. المنطقة ستتحول إلى برميل بارود ينفجر في أي لحظة، وأعتقد أن الأمريكان لن يوافقوا لنتنياهو على اجتياح رفح. شكرا لك شريف من تركيا، أشكرك. علي من مصر، مساء الخير علي. أيوة باش، مساء الخير يا علي. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. أنت والله أنت بتدخل لنا ناس تجيب لنا ضغط وتجيب لنا، بترفع عندنا السكر والله العظيم، عرفات والأشكال. سلامتك يا علي، سلامتك. نحن الآن في أجواء انتصار إن شاء الله، الله يخليك، فبالتالي خليك متفائل. اللي بيقول لك، اللي بيقول لك مصر الشقيقة الكبرى، الشقيقة الكبرى علي الصوت عندك بيتقطع، تفضل واصل. علي من مصر، استنى سينا قول له كده تعرف تروح سينا، قول له انت يا ريت لو تعيد يا علي لانه تقطع الصوت من عندك. عيد من الاول، عيد من الاول. قول له عرفات ده انت كمصر تقدر تخش سينا، انت كمصر تقدر تخش سينا، اللي هو فاتح الاسرائيليين طبق بيخشها بالبطاقه. انا كمصر ما اقدرش اخش سينا، انا كمصر ما اقدرش اخش، اعدي على 5000 كمية وهطلع ملط عشان اعدي، اللي هو عديت اصلا. اللي بقول لك مصر الشقيقه الكبرى، ما دخلناش الاشكال دي يا استاذ صالح. لا يعني هو البرنامج يعني يا رجل اوسع منك ومني ومن يتسع للجميع حتى لا نظلم احد. عنده رأي مختلف عن رأيك، انت يعني القي الحجة في مواجهته، دع الحجة هي التي تدافع يعني بدون اقصاء. انا بقول له الشقيقة الكبرى ديت ازاي؟ الشقيقة الكبرى من ايه ده؟ الشقيقة الكبرى هي التي جاءت بهذا الاتفاق، هو هكذا يقول. لا مش هي، ولا لا يدور، ولا ده عباس كامل جنبرشم على طول، ترمضول على طول، هو بيفهم حاجة؟ اتفاقية ايه اللي مصر هتعمل؟ صلى على النبي عم صلى. طيب على كل حال دعنا من هذه الجوانب الهامشية مش مهمة، لكن المهم الآن الاتفاق، حماس وافقت والاحتلال لم يوافق بعد، ماذا تتوقع؟ قبول إسرائيل، أنا مش مطمن، قبول إسرائيل بالهدنة ديت معناها نهاية نتنياهو، وده اللي هو مش هيقبله. أنا حاسس إن في خيانة وفي غدر بيحصل. طيب كيف ذلك؟ يعني ماذا تتوقع أنت؟ ما هي التوقعات أمامك الآن؟ توقعات اللي هو بخنوق أمريكا ومصر وإسرائيل متفقين على حماس، في خيانة هتحصل عشان ضربة معبر كرم أبو سالم ديت أثرت عليهم وخوفتهم، فبيرتبوا الحاجة كبيرة، وربنا يستر يا أستاذ صالح. شكرا لك علي من مصر، ليس إلى هذا الحد. على كل حال أنا ربما لا أتفق معك، لا أدري إذا كان الجمهور يتفق أم لا، لكن على كل حال في كل الأحوال المحتل معروف بالغدر وبالإجرام. أنا شخصيا لا أتوقع ولا أستبعد، حتى لا أقول لا أتوقع، لا أستبعد أن يقوم مثلا بمغامرة ما حتى لو محدودة في رفح،
في محاولة لاغتيال شخصية ما أو كذا، وبالتالي على المقاومة أن لا تشعر بالارتياح والارتخاء، وأن لا يبادر أحدهم للظهور هكذا علنا حتى لا يجد المحتل فرصة لاغتيال هذا أو ذاك، والاغتيال قد يتم في لبنان أو في غزة أو في غيرها. وبالتالي دائما الحيطة والحذر والاستعداد الدائم، لأن هذا العدو لم يرى منه الفلسطينيون والعرب إلا كل الغدر والإجرام والعنف. تقول هناء السيد عن طريق الواتساب: نتنياهو رضخ لقرار اجتياح رفح بعد ضغوط من الأحزاب الصهيونية المتطرفة وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش، فهو كمن يرضخ لشروط داعش الإرهابية. قد تكون هذه الأحزاب هي داعش الصهيونية التي ربما أسست ودعمت داعش الأصلية في سوريا والعراق، خاصة أن ابن غفير ينحدر من أصوله من كردستان العراق. والكلام لهناء السيد يعني وكأنك تربطين بهذه الطريقة بين داعش وبين مناطق العراق وغيرها. لا، داعش ظهر في أكثر من بلاد سيدتي، ولا علاقة له ببلد دون آخر على كل حال، فقط من باب الرد. الحاج يوسف من المغرب يقول: يا عرب يا مسلمين، من أكبر حاكم إلى أصغر مواطن، إن سقوط رفح يعني أنكم سلمتم بضياع فلسطين، فمن يسمح اليوم بضياع رفح سيسمح غدا باحتلال القاهرة وعمان ودمشق والرياض كما يقول الحاج يوسف. ابتسام من ألمانيا: لا يزال إعلام المطبعين يكيل الاتهامات يمنة ويسر للمقاومة فيما يتعلق باجتياح رفح، لا بل يتهجم على جامعة كولومبيا مدعيا بأن دولة كولومبيا تقف خلف اعتصامات الطلاب في أمريكا لأنها أدانت جرائم دولة الاحتلال، مثلهم الأعلى صاحبة الجيش الأخلاقي وصاحبة الديمقراطية الوحيدة حولهم. والكلام لابتسام من ألمانيا طبعا بشكل ساخر. إبراهيم بن عائشة من المغرب يقول: إلى متى ترك المرتزقة يقتلون شعب فلسطين صاحب الأرض؟ إلى متى ترك المجرمين الظلم الإسرائيليين سرطان الإسرائيلية الإنسانية؟ هكذا يقول إبراهيم ابن عائشة. طيب، سأعود في الساعة الثانية لعرض المزيد من المشاركات عن طريق الواتساب واستقبال أيضا المزيد من المداخلات، ولكن الآن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري، فلا تذهبوا بعيدا. نبدأ من غزة، لكن منذ قليل نذكر طبعا بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، وهو تطور كبير الحقيقة في انتظار أن يتجاوب المحتل الصهيوني مع هذه الموافقة. في اليوم 13 بعد 200 للعدوان الصهيو أمريكي، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34,000 أمامكم، و735 شهيد، و78,108 من المصابين في قطاع غزة. حصيلة كبيرة لا شك، لكن كما قلنا دائما شهداؤنا في الجنة إن شاء الله، والانتصارات الكبيرة دائما تحتاج إلى فواتير بحجمها، فواتير كبيرة. فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تبكوا، هذه فلسطين، هذه القدس، إذا لم تعطيها عربون يليق بها فمن يعطيها إذن؟ وبالتالي أطفال غزة منذ لحظات لعلكم تبعتموهم خرجوا يتراقصون، لأنهم الحقيقة أثبتوا بأنهم في هممهم وصمودهم أكبر من كثير من رجال هذه الأمة أو ذكور هذه الأمة. إلى الخبر التالي، حركة حماس تقول: أي عملية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح ولن تكون نزهة، وقد أعذر من أنذر، لسان حماس يقول. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق: إن أي عدوان عسكري على رفح سيفشل مسار المفاوضات. وقال الرشق: أي عملية عسكرية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح، وهي لن تكون نزهة لجيش العدو. إلى الخبر التالي، موسى أبو مرزوق يقول: موضوع إغلاق مكتب حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ركزوا لأن هذا الخبر تم تداوله كثيرا، لم يطرح بتاتا ولم يناقش أبدا. نفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس صحة ما تداولته وسائل الإعلام حول إغلاق مكتب الحركة في العاصمة القطرية، لافتا إلى أنه في حال مغادرة الدوحة لن تكون الوجهة إلا إلى غزة، هكذا قال.
إلى الخبر التالي، احتجاجات الطلاب متواصلة، مظاهرات داعمة لفلسطين بجامعتي أوكسفورد وكامبريدج. المظاهرات طبعا وصلت إلى بريطانيا في الجامعات البريطانية، وما تزال جامعات بعض العرب تغط في نومها حتى ربما العدوان سيتوقف، والعرب بعضهم ما زال لم يستيقظ بعد، صح النوم من محيط إلى الخليج، الله أكبر. وجامعة كولومبيا الأمريكية تلغي حفلة تخرج بسبب الاحتجاجات ضد حرب غزة. هكذا هم طلاب الغرب يقفون في صدارة المتظاهرين ضد هذا العدوان الإجرامي على قطاع غزة. ما أجمل الإنسانية عندما تظهر بأشكال هكذا في أكثر من بلد من العالم. إلى الخبر التالي، منظمة التعاون الإسلامي الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي اختتم أعماله للتو بغامبيا بالدعوة إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. اختتمت إذن في غامبيا أشغال الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة باعتماد البيان الختامي وإعلان بانجول. واعتمدت قمة منظمة التعاون الإسلامي طبعا أكدت هذه القمة، قمة القادة والرؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، تضافرهم في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، وداعين إلى وقف إطلاق النار كما قلنا الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لا ندري على كل حال مثل هذه البيانات هل ستتبعها خطوات ووفود وإجراءات أم تبقى بيانات كما بقيت القمة العربية الإسلامية في الرياض في جدة عفوا، بقي بيانها معلقا بين السماء والأرض دون تنفيذ. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نستمر طبعا فيما بدأناه في ساعتنا الأولى، لأنه إذا حصل وقف إطلاق النار فهناك بالتأكيد صفقة تبادل، وصفقة التبادل هي ما نتناوله في ساعتنا الثانية، ونركز على مروان البرغوثي. تقارير تتحدث عن طلب السلطة عدم إطلاق البرغوثي وفتح حركة فتح تنفي ذلك. أين الحقيقة؟ نعود لهذا الموضوع بعد قليل.